اهلا بكم معانا في lessonsshare.com. الدرس هنا المره دي هنتكلم فيه عن حاجه اسمها الاف ستيتمنت. الاف ستيتمنت هي جمله شرط او جمله شرطيه بتسمح لي ان انا انفذ كود معين لو الشرط اتحقق، ولو الشرط ما اتحققش مش بنفذ الكود ده. عندنا مثال، وابسط مثال موجود في كل المواقع، انا لما بعمل اكونت على موقع معين والاكونت ده يوزر نيم وباسورد، يعني انا ليا اسم وليا باسورد. طيب اليوزر نيم والباسورد دول بيبقوا لما بعملهم ريجستريشن اول مره بيتسجلوا في الداتابيس بتاعه الموقع، ان الايميل الفلاني، اليوزر نيم الفلاني والباسورد الفلانيه بتوع الشخص ده. تمام. طيب انا بعدين بطلع من الموقع وبرجع افتحه تاني وببقى عايزه ادخل من اول وجديد، فاروح داخل اعمل لوج ان واقول له ايه اليوزر نيم والباسورد اللي فوقي اهو واكتبهم. هو بياخدهم وبعدين بتشيك عليهم، بيشوف هما صح ولا مش صح، بناء على ايه؟ بيقارنهم باللي موجودين عنده في الداتابيز، ولو لقاهم متساويين زي بعض بالظبط بيسمح لي ان انا ادخل على الاكونت بتاعي على الموقع. لو لقاهم مختلفين، حتى لو في حرف واحد فقط هو المختلف سواء في اليوزر نيم او في الباسورد او في الاثنين، ما بيسمحليش ادخل. تمام. انا عايزه اعمل كده، ان انا عايزه ان انا الموقع بتاعي دلوقتي انا هعمل له يوزر نيم وعايزه امسكه اقارنه بقيمه اوريدي موجوده عندي يعني ثابته اقارن بيها، ولو هو اليوزر دخل اليوزر نيم ده يبقى اذا هو هينجح في الدخول على الموقع، لو مدخلوش دخل حاجه غلط فيه ايه يبقى هو كده فشل. هنعمل الحكايه دي عن طريق الاف ستيتمنت. دلوقتي انا عامله هنا تكست بوكس وعامله له بليس هولدر انتر يور يوزر نيم، وعامله باتون اسمه لوج ان واديله اي دي تشيك يور تشيك يوزر نيم. تمام. السكريبت بتاعي هنعمل ايه؟ هنقول اول حاجه هاخد فاريبل بيساوي ايه، هقول مثلا فاريبل بيساوي يوزر نيم، خلينا نكتبه كده عشان يبقى في اختلاف ما بينه وما بين تشيك يوزر نيم دي، هنا تبقى في فرق واضح يعني. بيساوي عايزين بقى ناخد الفاليو بتاع الانبوت ده هنحطه جوه يوزر نيم ده. هناخده ازاي؟ هنقول دوكيمنت دوت جيت element باي اي دي. احنا ما عملناش اصلا اي دي للكلاس ده، معلش، اي دي ايكوال اهو، نيجي هنا نكتب يوزر نيم اهو، بس خلوا بالكم ان ده كابيتال، نشوفوا ده يوزر نيم يو كابيتال وده سمول، وفي نفس الوقت هنا في اي اي ار وهنا مفيش ار على طول يو اس ار وهنا يو اس اي ار. الاختلافات ما بين الكابيتال والسمول دي يعني ده بتخلي ان ده يونيك وده يونيك برغم ان هي اختلافات طفيفه يعني. وفي نفس الوقت هو يفضل ان انا ما اخليش الحاجات متشابهه قوي كده عشان ما تعملش كونفيوجن للديفلوبر اللي بيكتبه معايا، بس يعني مؤقتا في حالتنا دي ممكن نعمل كده. طيب انا عايزه الفاليو اللي موجوده جوه الانبوت ده، هنقول فاليو دوت جيت element باي اي دي اليوزر نيم دوت فاليو. تمام خلاص. هو دلوقتي لما هيبقى داخل هنا قيمه دوست على لوج ان، انا اصلا ما عملتش ال اون كليك. هنقول دوكيمنت دوت جيت element باي اي دي ل تشيك يوزر نيم او دوت اون كليك بيساوي فانكشن هناخد السطر ده نحطه جواه هنا. وبعدين انا دلوقتي هبتدي اتشيك على الفاليو دي، هقارنها بحاجة. خلينا نثبت الاف كونديشن دلوقتي، هنقول اف، هنكتب اف كده وهنفتح قوسين
جوه القوسين دول هنكتب الشرط بتاعي if username اللي هو ده double equal يساوي، مش يساوي واحدة اتنين، لان دي مش اللي يساوي دي معناها ايه، ان هو بياخد القيمة دي يحطها هنا تمام، لكن ال double equal دي معناها ايه، انه بيقارن القيمة اللي على اليمين بالقيمة اللي على الشمال، مش بياخد القيمة اللي على اليمين يحطها في الشمال، لا بياخد القيمة دي يقارنها بدي. هنا انا هقول له if username دوت equal مثلا هنقول ايه listen to share.com ساعتها انا هعمل alert ليه، هقول له hello you ماشي. طيب لو الشرط ده ما اتحققش بيبقى عندي حاجة اسمها else. else دي اللي هي الحالة اللي بتتعمل لما الشرط ما يتحققش، يبقى انا عندي 50-50 chance. الشانس الاولانية ان انا الشرط بتاعي يتحقق، وبالتالي الكود اللي جوه الشرط هيتحقق اللي هو في حالتنا هنا الالرت، او ان انا اعمل else اللي هو الشانس التانية ان الشرط ما تحققش، فبالتالي اعمل بقى حاجة تانية بحيث ان انا يبقى دايما عندي ايه حاجتين، انا يا اما ده يا اما ده، يا اما يمين يا اما شمال، يا اما ابيض يا اما اسود. ده الاف والالف. الاف بتعمل حاجة لو ما تحققتش الشرط بتاع الاف يعمل الالف. الالف هقول له alert بقى wrong username تمام. تعالوا هنسيب، انا هنا هدخله لازم تشيركم زي ما هو عايزها بالظبط. ايه لوج ان البيج هتقول لي هلو يو. طيب تعالوا هشيل منها حرف واحد بس كده، عامل لوج ان هيقول لي رونج يوزر نيم تمام. الكود بتاعي شغال تمام جدا. هو المفروض ان انا يعني لو انا هقارن بحاجه موجوده عندي في الداتابيز هنستنى لحد ما اتعلم الماي سيكوال او الماي اس كيو ال يعني عشان نعرف ناكسس الداتابيز بتاعت الموقع بتاعنا، لكن ببساطه شديده دي الاف كونديشن سهله جدا. طيب لو انا عندي اكتر من حاله، يعني انا عندي مثلا كذا يوزر نيم هقارن بيه، مش واحد بس، يعني انا مش هعملها 50-50 chance، لا انا عايز يبقى عندي كذا شرط. لو شرط اول ما اتحققش يبص على اللي بعديه، اللي بعديه ما اتحققش يبص على اللي بعديه، وهكذا عندي عدد من الشروط. لو ولا واحد يوم اتحقق بقى هضطر في الاخر انفذ الالس اللي هي اخر حاجه. طيب لو انا عندي شرط تاني بضيفه ازاي؟ بقول اف والف الاثنين ورا بعض، وبعدين بفتح قوس وبكتب جواه الشرط التاني. انا هنا مثلا ممكن ايه اقول يوزر نيم ودبل ايكوال دي، وبعدين احط قيمة تانية، خلينا نقول ايه اسم مثلا احمد، ساعتها اقول له ايه قال له احمد تمام. قالوا نجرب، فلما احط له احمد لوج ان، لا هو مش مقتنع بيها. احنا بنكتب الس اف مش اف الس، فهتبقى كده تمام. تعالوا نكتب احمد لوج ان هيقول لي هلو احمد. انا بعتذر بعض يعني الواحد لما بيبقى عارف كذا لغه برمجه بيلخبط ما بينهم. ماشي، هي اف والس اف وبعدين الف تمام. الس اف دي ممكن تتكرر بشكل غير محدود، انا ممكن احط عدد كبير جدا من الشروط تحت قاعده الس اف، بس الس اف ما ينفعش تبقى اول سطر من الكونديشن، لازم اول سطر من الكونديشن يبقى اف واخر سطر عادة بيبقى الف. يعني انا
ممكن، بس ده الجزء ده اوبشنال. انا ممكن اعمل اف والت اف الت اف الت اف الت اف وبس، وقف ولا واحد فيهم اتحقق خلاص مش هيعمل اي حاجه. لكن الالت دي انا بضيفها احتياطي، لو كل الشروط اللي انا حاططها ما اتعملتش يبتدي هو يعمل الالت دي. في نوع ثالث من الكونديشنز اسمه سويتش، مش اف خالص. السويتش دي لو انا بيبقى عندي كذا حالة من الكونديشنز، انا عارف ان هي يعني شرط كده وليه كذا قيمة، ممكن ده او ده او ده او ده. يعني هي انا مثلا يوزر هيدخل حرف وانا معايا من A to Z في الابجدية، انا عايز اعرف هو هيدخل انهي حرف فيهم. هل معقول ان انا هقعد اعمل له اف الحرف اللي انت دخلته ده بيساوي A او بيساوي B او بيساوي C او بيساوي D كده؟ لا، بعمل سويتش. دي حاجة كده اسمها سويتش، بتبقى كده. يعني لو فرض على مثال انا بقوله ده سويتش، دي كاتب كده الاكسبريشن بتاعي اللي هو مثلا هنقول ان هو letter، وبعدين الكيس بتاع الاكسبريشن كيس ان هو A مثلا كده. بعمل الجواب الشرط بتاعي او الكود اللي انا عايز اعمله، وبعدين بعمل بريك ماشي، وبعدين ارجع اكتب كيس بي كده، وبعمل برضو افضل اعمل الكود بتاع كل حرف من الحروف، وبعدين الديفولت ده في الاخر بيبقى اخر واحد اللي هو ولا واحد فيهم يتحقق يعمل البريك. وما بين كل كيس والتانية لازم اعمل بريك، لان هو السويتش بتاعتي لو انا ما عملتش البريك هتدور على كل الاحتمالات. يعني هو هيلاقي كيس ايه اتحققت ونفذ الكود بتاعها، وبعدين ما كانش فيه بريك يروح يدور هل الحرف التاني كان بيساوي بي، طب ما هو اوريدي كان بيساوي الاي، بس هو ما عندوش اللوجيك ده، هو بيبص على كل الحاجات بشكل ايه بتسلسل كده، هم مترتبين تحت بعض فبيبص عليهم بالترتيب. لازم اعمل بريك ده عشان اوفر على الكومبايلر بتاعي ان هو يبص على كل الاحتمالات. الديفولت دوت الاحتمال الاخير مش بحتاج اعمل بعديه بريك، لان هو اوريدي بتبقى السويتش خلصت، فبتبقى هي الديفولت دي زيها زي الالت في الاف، اللي هو الاحتمال اللي بيتحقق لما كل دول ما بيتحققوش. السويتش سهله جدا، بس انا مش بلجأ لها الا لو انا عارف ان الكونديشن بتاعي هو نفسه ليه عدد من الاحتمالات، عدد كبير، فببتدي ايه اعمل سويتش ما بينهم بقى، اللي هو ايه اروح يمين شمال فوق تحت كده في اكتر من اتجاه ليا. لكن الاف والالس اف دول لما بيبقوا مثلا احتمالين 3 4 بالكتير. تمام، احنا كده خلصنا الاف كونديشن، وهي سهلة قوي، هي مش محتاجة اكتر من اللي احنا قلناه، لكن هي فعالة جدا في الكود لما باجي اطبقها. الاف كونديشن واللي احنا هنشرحه بعدها اللوبس هم اساس اي لغة برمجة اصلا، وعليهم معول كبير جدا في الويب ديفلوبمنت.